طلبة وطالبات الشهادة الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سنتناول فيها قاعدة الدرس الرابع، وتتعلق ب phrasal verbs أو الأفعال المركبة اللي هي في الدرس اللي خاص بالتدخين man meat killer. القاعدة بديتها في الكورس بوك، طبعا عندنا في vocabulary tab phrasal verbs. القراءة والترجمة هي توضح لي هذه القاعدة وهنشرح فيها إذا كان في حاجة مش واضحة. Phrasal verbs are formed when a preposition is added to a verb. يعني بمعنى أن الأفعال المركبة تصاغ عندما حرف جر يضاف إلى فعل. لاحظوا أني أنا تجاوزت ما بين الأقواس، لأن هذه عبارة عن شنو؟ مثال للبروبوزيشنز، يعني مثال لحروف الجر. هو تعريف هذا الأفعال المركبة تصاغ عندما حرف جر، على سبيل المثال up down off، كان حرف جر هذا is added to a verb، يضاف إلى فعل، and creates a new verb، وينشئ فعل جديد. على سبيل المثال pick up هذا فعل وهذا حرف جر، verb and preposition pick up. give up ايضا verb، هذا فعل وهذا preposition حرف جر. يعني هذين نسميه شنو؟ نسميه phrasal verbs، افعال مركبه. sometimes the new verb اللي هو الفعل الجديد هذا اللي يتكون من فعل وحرف جر has a similar meaning، احيانا يكون عنده شنو؟ يعني نفس المعنى، معنى مشابه، يعني الفعل اللي مع حرف جر مشابه للفعل اللي هو بروحه بدون حرف جر، هذا المقصود يعني. But sometimes it is very different، ولكن أحيانا يكون مختلف جدا، أحيانا حرف الجر هذا يغير في المعنى. أعطاني هنا مثالين، I'll pick you up at half past seven، بمعنى سألتقطك بهذا المعنى يعني في السابعة والنصف. فهنا قال لي شنو؟ قال لي fairly similar to the verb pick. يعني هنا pick up هي نفس pick بروحها، ما تغيرش المعنى. نشوف مثال آخر، he gave up، هنا أعطاني phrasal verb اللي هو gave up، طبعا gave هي الماضي بتاع give يعني في زمن الماضي. he gave up smoking when he got ill، هو ترك التدخين عندما مرض. هنا شو قال لي؟ very different meaning from the verb give، يعني معنى مختلف جدا عن الفعل give. طبعا give معناها يعطي، لكن هنا اختلف المعنى. he gave up معناها ترك او اقلع، جي حتى معنى يستسلم، لكن هنا معناها مع التدخين معنى يقلع او يترك. he gave up smoking، ترك او اقلع التدخين when he got ill. وهذا طبعا مثالين اعطاه لي لتوضيح الشرح اللي جاني هنا، لأن الفعل الجديد أحيانا يعني يكون نفس المعنى وأحيانا يعطي معنى مختلف. وفي جميع الأحوال عرفنا أن الفريزر فيرب يتكون من فعل زائد حرف جر. تكملة القاعدة في ورك بوك، في كتاب التمرينات. طبعا عندنا حتى تيك أب، يعني من الأفعال اللي مرت علينا في الدرس، تيك أب بمعنى ستارت، بمعنى يبدأ. فهنا نقطة أخرى تتعلق بالأوبجكت، بالمفعول به، وهي مهمة جدا. فريزر فيربز أفعال مركبة، with some phrasal verbs مع بعض الأفعال المركبة noun objects، يعني لما يكون المفعول به اسم. وهذه ربما تحتاج إلى شرح وتوضيح، يعني كيف يكون المفعول به اسم، تو من خلال الأمثلة اللي حتجينا حيبان الكلام هذا على أمثلة. يعني لما يكون المفعول به اسم، هذه لازم نحفظوها، معناها شنو؟ can come before or after the preposition، يعني يمكن أن يأتي قبل أو بعد حرف الجر. لاحظ هنا عندي turn off. turn off هذا phrasal verb، فعل مركب، هذا فعل وهذا حرف جر. turn هذه فعل، off حرف جر. عندي هنا the light. the light اللي هو الضوء أو النور، الضوء، تمام؟ ف turn off بمعنى أطفئ النور أو أطفئ الضي، بمعنى زي ما نقول طفي الضي يعني. كلمة the light هذه مفعول به، لأن المفعول به دائما يأتي بعد الفعل، فهذه مفعول به. هو قال لي لما يكون مفعول به اسم، وهنا جاي اسم طبعا، لأن لو ضمير هيقول لي it،
لازم يكونوا عارفين ضمائر المفعول به، يعني I المفعول به بتاعها هي شنو؟ be. They مفعول به بتاعها them. He him she her وهكذا. We us هذين ضمائر المفعول به لازم يكونوا عارفينها، تمام؟ أو طريقة أخرى اللي ممكن يجي بها المفعول به، هذا شنو؟ المفعول به مازال قاعد اسمه turn the light off. إذا لأن المفعول به اسم هذا ما جاش ضمير ما جاش إتا، فقال لي ممكن يجي بعد حرف الجر أو يجي قبل حرف الجر. هنا جاء بعد أوف وهنا جاء قبل أوف. واضحة النقطة؟ تمام، تزيد توضح إن شاء الله مع الأمثلة. With the phrasal verbs أيضا نفس الشيء مع الأفعال المركبة. Pronoun objects قال لي لما يكون المفعول به ضمير اللي هنا قلنا عليه توا me, them, her, him تمام us, you, it هذين مفعول به لما يكون ضمير. فقال لي لما يكون ضمير قال لي شنو هنا؟ قال لي must come before the preposition. لازم تحفظوا هذه، يعني يجب أن يأتي قبل حرف الجر. أمتى؟ لما يكون مفعول به ضمير. لاحظ هنا المفعول به هو it تمام، يعني كأنه استبدل الاسم هنا بضمير. فقال لي هنا turn it off. لاحظ وين جاء مفعول به؟ جاء قبل حرف الجر. فهنا قال لي not هي بالكابيتال ليترز معناها ليس أو لا، معناها شنو؟ معناها هذه خطأ، هذه خطأ. turn off it غلط، لأن مفعول به هنا ضمير وحط لي هنا شنو؟ بعد حرف الجر، معناها هذه خطأ. تمام، نطبقوا الكلام هذا نحن على التمرينات. يقول لي هنا write sentences putting the verbs and objects in the correct order، يعني أكمل الجمل بوضع الأفعال والمفعول به في بالترتيب الصحيح. Where two answers are possible عندما تكون هناك إجابتان محتملتان write them both اكتب هنا اثنين. وأمتى يقدر عندي إجابات محتملات إجابتين محتملتين؟ لما يكون المفعول به اسم، لأن قال لي ممكن يجي قبل أو بعد. تمام، وحنشوف احنا في المثال هذا محلول من الكتاب. Can you يبيني نركب الجملة هذه، وعطاني هنا turn on هذا phrasal verb فعل مركب فعل وحرف جر. هنا the television هذا المفعول به، باي هل هو اسم او ضمير؟ طبعا اسم، معناه هنا عندنا حلين يبين هنا اثنين. اول حاجه نقول can you turn on the television زي ما هي مكتوبه الترتيب نفس الترتيب. الطريقه الاخرى can you turn the television on، نحط الاسم اللي هو مفعول به هذا قبل حرف الجر. واضحه الفكره؟ تمام، ولما نجول حتى للاسئله بعدين نطبقون على الاسئله اللي جت في امتحانات سابقه. مثال اخر I've already turned on it. هنا وين المفعول به؟ هو it. it مفعول به. اذا لما يكون مفعول به ضمير شو قال لي؟ قال لي must come before the preposition، لازم ياتي قبل حرف الجر. حرف الجر هو on، معناها المفعول به هذا لازم يجي قبل on هنا. تمام؟ فحنقول I've already turned it on. تمام؟ ما فيش الا حل واحد هنا. شوفوا المثال رقم ثلاثة. Smoking is terrible. تدخين أمر مريع، أمر فظيع. You should وعطاني هنا give up وعطاني هنا it. طبعا it هذه مفعول به، تعود على كلمة smoking هنا. تمام؟ يعني يجب أن تتركه أو تقلي عنه بهذا المعنى. باهي هل هو اسم أو ضمير هنا؟ طبعا هو ضمير، معناها وين يجي؟ يجي قبل حرف الجر. إذا حتكون جملة بهذا الشكل. Smoking is terrible. You should give it up. تمام، نشوف رقم أربعة. When did you وهنا عطاني take up، طبعا take up معناها يعني يبدأ، وهنا جاي سؤال في الماضي معناها متى بدأت. stamp collecting، stamp collecting بمعنى شنو؟ جمع الطوابع من الهوايات القديمة يعني. باهي هذا طبعا مفعول به، مفعول به هل هو اسم أو ضمير؟ طبعا اسم، معناها أنا عندي هنا شنو هنا؟ عندي حلين، لأن ما دام اسم معناها نقدر نحطها قبل ونقدر نحطها بعد حرف الجر اللي هو up. معناها نقدر نقول when did you take up stamp collecting زي ما هي بهذا الشكل، ونقدر نقول when did you take stamp collecting up، معناها هنقول بهذا الشكل when did you take up stamp collecting، وأيضا when did you take stamp collecting up. هكي نكونوا
انتهينا من الحلقة هذه. الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله بقية التمرينات اللي أو الجمل اللي في هذا التمرين، ثم نستعرض الأسئلة التي مرت في امتحانات نهائية سابقة. شكرا للمتابعة والمشاهدة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. تقبلوا تحياتي الأستاذ فرج بومطيرك.